بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى وعبر منصة التعليم الإلكتروني جوجل كلاس روم لإعطاكم محاضرة جديدة في مادة التغذية السريرية. عنوان المحاضرة لهذا اليوم هي عبارة عن فود جايد بايراميد اللي هي الهرم الغذائي. Learning objective، الغرض من هذه المحاضرة: By the end of this lecture the student should be understand the following. أول شيء definition of food guide pyramid، شنو تعريف الهرم الغذائي؟ ال food group constitute of food guide pyramid، مكونات أو مجموعات الهرم الغذائي. Application of food guide pyramid، تطبيقات الهرم الغذائي in health situation and in disease situation. أربعة definition of the and important of the E12 plate. وخمسة the dietary guideline. اليوم الأهداف الخمسة لازم نعرفها كلها في المحاضرة. بلايس سايز هيستوري، شلون نرجع احنا في 40 أو 50 سنة راحت، راح نشوف خلال عام 1960 من القرن الماضي دينر بليت سايز كانت 8 انج تقريبا، 8.5 انج يعني، ف هولد اباوت يعني 900 كالوريز. زين بعدين از ريزلت اوف اجريكلتشر ريفولوشن، التطور صار بالماكينه الزراعيه يعني والمحاصيل الزراعيه وكثرتها، فهنا تطور الكونسبشن مال الفود يعني بالدينر بليت يعني حسبوه بالغرب. هو هناك شافوه خلال عام 1980 دينر بليت سايز صار يعني 10 انج يعني، وهذا بالتالي زيد لنا الكالوري، زيد لنا صار 1000 كالوري، وهنا 20% من كيلو كالوري انكريز، هاي على مستوى الفرد الشخص الواحد. زين بعام 2000 هم نفس الشيء يعني بدا التزايد، بالتالي بدات امراض تطلع يعني امراض من وراء الامراض التغذيه يسمونها. دينر بليت سايز كان صار 11 انش وهولد اباوت 1600 كالوريز اللي هي 35% زاد 6 كيلو كالوري انكريز. بعام 2009 طبعا تزايدي، عام 2009 دينر بليت شافوه سايز مالته صار 12 انش وهولد اباوت 1900 كالوري 15% من كيلو كالوري انكريز. هاي طبعا كلها ريزلت من الاجريكلتشر ريفولوشن، هاي الثوره الصناعيه وتطورها. فاز ريزلت اوف اجريكلتشر ريفولوشن راح سوت لنا مشاكل، increasing in availability of the and diversity of foods in most of countries leading to the high consumption of unbalanced diet. يعني قام يصير هو الكونسبشن كلش عالي بال unbalanced diet and increasing هذا الدان in waiting and increase prevalence and incidence of waiting and incidence and prevalence of non-communicable diseases as in ischemic heart disease, diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia, etc. لذلك سو 2000 كالوري دايت هاي زادت خلال هال 40 سنة على مستوى الفرد conception should came from balanced diet. لازم انت يعني السيطرة عليها تسويها balanced diet. شلون نسويها بالانس دايت؟ لازم تتكون من جرين فيجيتابل فروتس ديري برودكت اند بروتين، يعني تحسبها كون حساب تصير ثلث من الطبق مالتك بريد رايس بوتيتوز بيست اند اذر ستارتش فود، والثلث لازم يصير الثلث الثاني فروت اند فيجيتابل، والثلث الاخير هو يتكون من ميت فيش اكس بينز ميلك ديري فود، يعني ثلث بثلث ثلث على مود يصير بالانس دايت. هو الهدف من هاي الفسيولوجي اوف نيوتريشن، يعني عندك الانرجي بالانس لازم انت تكون السيطر على الانرجي مالتك، شلون تسيطر عليه؟ لازم الانرجي انتيك تقدر تاخذه عن طريق دايت مالتك، لازم يسوي انرجي اكسبندشر، لازم يعني باي طريقه تصرفه بالرياضه، يعني خلينا نقول اخذ فد انرجي زايده عن طريق الاكل مالتك، لازم هاي الزايده لازم تصرفها عن طريق الرياضه او عن طريق الادويه او عن طريق اصلا تمتنع عن هاي الانرجي الزايده عن طريق البالانس دايت. هسه نرجع الموضوع مالتنا هو الفود جايد بايراميد الهرم الغذائي. هو تعريفه شنو؟ It is a nutritional education guide composed of six nutritional groups
arrange in four levels inside the pyramid starting from bottom up to head. راح نشوف هسه هو هذا الهرم الغذائي، هو هذا اذا يبني من البتم من القاعده لفوق، شلون واحد ده يتسلق الدرج او السلم مال الدرج، وهي اربع لفلات. خليني اشوف اللفلات مالتي، اذا هي اربع لفلات يتكون هذا، الليفل الاول، الليفل الثاني، الليفل الثالث، الليفل الرابع. بس شنو هاي؟ بي 6 جروبات، جروب 1، جروب 2، جروب 3، جروب 4، جروب 5، جروب 6. Community nutrition. The nutrition status of our communities is a reflection of our individual nutrition health. As in famine in Africa, overweight in Arab Gulf and USA. So public health nutrition and WHO effort to prevent nutrition deficiencies include individuals and family below certain income. نجي على مجاميع الأغذية. Food groups. هي ليش حطوها مجاميع؟ اكو فيها صفه لازم. Foods are grouped together when they share. No, share similar nutrition properties. The group below are based on the dietary approach eating a plan. فنشوف مجاميع، هي قلنا المجاميع الاغذيه هي سته واللفلات مالتها هي اربعه. المجاميع هي الجرين، المجموعه الاولى الفروت، الفيجيتابل، الميلك اند ميلك برودكت، ميت، بولتري، وفيش، والنيت اند سيت. نجي على الفود جايد بايراميد فور هيلثي ادلت. هو احنا قلنا هذا البايراميد يطبق على الهيلثي والديزيز بيرسون، فنجي على الهيلث اول مره، الهيلثي ادلت. شنو معناته الفود بايراميد؟ معناته هاو ماتش تو ايت ذا فود جايد بايراميد. زين، لازم الاكل ما تكون على شكل حصص، فمن المجموعه الاولى مجموعه البريد، سيريل، رايس، بيست، لازم 6 to 11 سيرفينج. مجموعة الفيجيتابل 3 to 5 سيرفينج. مجموعة الفروت لازم باليوم هاي طبعا 2 to 4 سيرفينج. مجموعة الميلك يوغرت 2 to 3 سيرفينج. مجموعة الميت باولتري 2 to 3 سيرفينج. ومجموعة الفات هاي اصلا ما يحب تستخدمها او تستخدمها باعتدال، يعني قليل جدا. فنرجع ديلي جود ديلي فود جايد بايراميد. ملك جروب قلنا 2 الى 3 لازم نحفظها هاي سيرفينج. ميت 2 الى 3 سيرفينج، فروت 2 الى 4 سيرفينج، فيجيتابل 3 الى 5 سيرفينج، بريد جروب 6 تو 11 سيرفينج، سويت اند ليبت قلنا از مينيمم از ابسول. السيرفينج شنو نقصد بيها؟ نقصد بيها بورشن سايز او نقصد بيها مقدار. هسه نشوف شلون هاي نفتهمها. فنجي على المقادير. سيرفينج سايز مجموعة البريد والسيريل والرايس والبيستا 50 جرام من البريد هاي يوميا، او 3/4 الكوب بويل رايس اور بيستا، يعني اور 1 ميديوم سايز بوتيتوز، هاي هم مجموعة طبعا البريد هاي كربوهيدرات، او 1 كيك، 1 بان كيك قطعة صغيرة من الكيك. نجي على مجموعة ثانية الفروت، لازم 1 ميديوم فروت. زين، هاي الميديوم فروت لازم يكون حجمها صغير، تنس بول يعني، مو كلش لارج لان هاي انرجي بيها هواي، او مقدار 1 كب اوف فروت. نجي على الفيجيتابل 1 كب فيجيتابل، الميت 3 اونز ميت او 1 اكس. نجي على الدايري برودكت اللي هي مجموعه الالبان 1 كب ميلك اور يوغرت اور 1 اونز تشيز اللي تعادل 3 قطع، يعني حاسبينها مال دومينو مال دومني، 3 قطع مال دومني مو اكثر، 2 3 قطع مال دومني هاي تشيز باليوم. والفات والاويل 1 تي سبون بتر اور 1 اونس سمول سناك. هاي سيرفنج سايز مثل ما نشوف. سيرفنج سايز هنا هسه بالكربوهيدرات، هسه هاي البيستا مجموعة البريد والبيستا، هاي البيستا باع شلون يعني مقدار هالقد اليوم كله. الفروت لازم الاورنج او الابل بقد التنس بول. المجموعة مال الخضروات هم لازم بالكب، يعني ولو هي الخضروات مفيدة ايش قد ما واحد ما ياكل هي مهمة. مجموعة التشيز الأجبان يعني بكت قطع الدومينو قطعتين لا ثلاث، كذلك مجموعة البقوليات، يعني مقادير كلها مقادير هاي. زين، نجي على المجموعة البريد سيريال رايس اند بيستا جروب. نمبر اوف سيرفينج 6 تو 11 سيرفينج اوف بريد اور 4 سبونز اوف رايس اور بيستا تعادل 100 جرام. طبعا هاي يفضل بالمجموعة البريد والرايس لازم تراي تو تشوز هول جرين فرايتي وير بسبل، لان هي صحيه اكثر.
الباستا يقصد بها المعكرونة وغيرها. البريد رايس بوتيتين باستا هاي لازم يكون بالطبق مالتنا الصحي البايراميد لازم حكينا عليه. وان ثير ثلث اوف ذا دايت شود بي ميد اوف ذيس فود. This group provide carbohydrate, تعطينا كربوهيدرات هالمجموعة, dietary fiber مهمة هاي, some vitamins such as B, mineral, example iron and calcium. Fruit group, مجموعة ثانية, one serving represent one apple or banana or any fruit according to the season. حسب الربيع والصيف شنو الموجود يعني من الفواكه. اثنين الأربعة لازم serving باليوم. One medium fruit قلنا لازم الفروت medium يعني تساوي بقد التنس او 1 كب اوف فروت يعني القياس الثاني. اما هي تشو تقيسها بالكب واحد مال فروت. نجي على الفيجيتابل جروب هي 3 الى 5 سيرفينج اللي تعطيك يعني بحدود 180 الى 220 جرام. ايتش سيرفينج ريبريزنت 1 كب اوف جرين ليف فيجيتابل اور هالف كب اوف سلايد فيجيتابل اور 3 ارباع كب اوف جوز يعني عصير. عصير ثلاثة أرباع الكوب هم مو كوب كامل بالنسبة للعصير. فروت اند فيجيتابل لازم احنا قلنا الثلث لازم يجي من المجموعة الأولى البريد ومجموعة الفروت ويا الفيجيتابل لازم تمثل الثلث الثاني. زين وان ثيرد اوف ذا دايت شود بي ميد اب اوف ذيس فود قلنا. والثلث الأخير يمثل مجموعة اللحوم والملك وغيرها. This provide هنا dietary fiber هاي مجموعة الفروت والفيجيتابل فيتامين A and C minerals water and fluid. Fruit and vegetable حقيقة these are high in dietary fiber which keep the gut healthy. هاي مهمة تمنع سي اوف كولون هاي الهاي فايبر دايت. لذلك بالغرب عندهم الانسيدنس والبريفلنس مال سي اوف كولون كلش هاي لي بسبب يعني قلة تناولهم للالياف اليومية. Fruit and vegetable also low in energy and fat which can help to maintain a healthy weight. وهي كذلك هاي تمنع السمنة وامراض السمنة ومشاكلها يعني الانرجي بها قليل. نجي على المجموعة الرابعة meat group and legumes هي 2 الى 3 serving. 1 serving represent 30 gram of meat or 1 egg or thumen of medium size chicken or نص cup of cooked legumes اللي هي بقوليات او 3 اونس ميت اللي هي قلنا اون ايج. مجموعة الميت والفيش والايج والبينز and other non-dairy source of protein لازم نتناولها moderate amount of this food مو بكميات كبيرة. moderate amount of this food are need in the diet. هاي تفيدنا بروتين تعطينا فيتامين A و B و D و mineral as in iron. الميت والفيش والايج قلنا هاي حقيقة هي الميت يعني يفضل اكثر شيء يعني التشيكن ميت ويفضل الفيش سلمون لان بأوميجا 3 اللي يحمي من امراض ريسكيميك هارت ديزيز. وحقيقة البقوليات choosing fish with soft bone can increase mineral intake example calcium. also choosing lean meat and not adding fat. الميت والفيش قلنا هاي المجموعة two portion of fish should be consumed twice a week بالاسبوع على الاقل مرتين تتناول لازم كميات من السمك اللي مهمة تحميك من امراض قلنا هواية. one of which should be oily تحميك من امراض الاستمكار كارديزيز كذلك تحميك من امراض الغدة الدرقية المشاكلة لان اكو ايودين عالي بالفيش. this is because of oil fish contain omega 3 fatty acid and believed to be good for heart health. نجي على المجموعة الخامسة الملك دايري فروت هي هتعطينا 2 to 3 serving measured by cups and it is equal to 2 to 3 cups of milk daily or the same amount of yogurt or 2 to 3 pieces of cheese. الدايري يعني مجموعة المان 2 cups milk or yogurt 1 ounce cheese تساوي 3 دومينوز يعني 3 قطع قلنا من الدومينو يعني مقدار هي هاي او بوش. ملك اند ديري فود امودريت نفس الشيء قلنا مودريت اماونت اوف ذيس فود ار نيد ان ذا دايت. ذيس جروب بروفايد بروتين كالسيوم فيتامين اي.
This group is made of milk, yogurt and cheese. الملك اما cow milk, goat milk, sheep milk. اليوغرت لاي probiotic and bio yogurt. والتشيز هو gender وانواع انواع التشيز انواع يعني بما فيه احنا جبن الاصفر الابيض. Choose lower fat variety where possible. Children under the age of 2 years should be offered whole or full fat product. لازم تعطي full fat product من التشيز under 2 years لان يحتاجها للبرين مالته وللديفلوبمنت. Children under the age of 5 years لا نقللها هنا under 5 years can offer semi skims يعني شبه نقول هنا سيمي يعني شبه دهن ونص دسم نص دسم سكيمز برودكت بوت نوت سكيم برودكت. المجموعه الاخيره اللي هي فات اويل اند سويت يوز سبارلينج يعني باعتدال سبارلينج يعني يفضلها ما تستخدمها يعني ما تستخدمها نهائيا. هواي دول يعني تقريبا تشجع على ترك الفات والاويل يعني الاكل مالتك كله يكون بدون فات واويل وسويت لان هي كلها مشاكل هاي هي تجرنا للسمنة وللسكر وللضغط وتصلب الشرايين حتى السرطان هم شافوا له علاقة بالتناول الفات. زين فهي بعض قد هنا بالنسبة يعني لو تريد تتناول 1 تي سبون يعني ملعقة مال شاي بتر من الزبد مو أكثر 1 أونس مور سناك وتساوي 1 هاندفول فتتناولها ما باعتدال أو ما تناولها نهائيا هي هاي. الواحد يسألني يقول شنو الفرق بين الفات والاويل؟ ببساطة الفات هو ار سوليد ات روم تمبرتشر بينما الاويل هي ار ليكويد ات روم تمبرتشر. هنا الفات شوية مزعج ليش؟ لأن بي كوليسترول عالي وبي ترانس فاتي اسيد اللي هي ضارة هي تسوي لنا الاسكيميك هارت ديزيز وتصلب الشرايين. الاويل شوية أحسن بي مونو انساتشوريت اند بول انساتشوريت فات وبي هاي دينسيتي لايبوبروتين شوية يعني خطرها اقل من الفات. وهنا تبيكالي نوت سو جود مو جيده سيئه بينما الاويل يوجوالي بيتر تشويس افضل فانت تختار الاويل افضل من الفات. فود اند درينك هاي ان فات اند شوجر هاي يفضل واحد ما يتناولها. فود فروم ذيس جروب ار نوت نسيري مو ضروري فور هيلثي دايت ابدا مو ضروري للهيلثي دايت بس كان بي انجوي اوكيجنال نوبات واحد بالمناسبات مثل يتناول ايس كريم ولا هي احنا بالعراق يا مناسبات احنا نتناولها على طول السنة فهي لازم يقول لك بالمناسبات فقط. هي هاي الكوكا كولا مثل هاي هنا الايس كريم الشوكليت هي هاي كلها يعني بيها مشاكل هواية بيها هاي فات اند شوجر. ذيس فود شود بي ايتن ان سمول اماونت زين ذيس جروب بروفايد فات وكربوهيدرات يعني اللي هي خطر الفات والكربوهيدرات لان تجيب لنا امراض. فود اند درينك هاي ان فات and or sugar. This group made up of food and drink high in fat and or sugar. There are many different type of these food available. For example, food in high in fat مثل oil, chips, الكيك. زين. الفود هاي ان شوجر مثل سويت الكيك ايس كريم اند سم درينكس زين هذين ليش قلنا تتناولهن بقله يعني بهن مشاكل هواي على الصحه. Eat these food occasionally يعني بالمناسبات فقط and in small amount يعني قطعه مال الكيك لازم كلش صغيره بس بالمناسبات نتناول قطع كيك كل شويه لان بها هاي كربوهيدرات وشوجر اند ليبيد وهي هاي ممنوعه من الفود جايد بايرات. هو الهدف هسه هذا قلنا هسه واحد يشوف هسه هذا الفود جايد بايراميد يقول هسه هذا الحصص مالته كلش صغيره يعني ناكل قطعه صغيره من الكيك فاكهه حجم صغير مو هي اكو بي هدف هو هذا يعني مطلعوه بي هدف الجولز ابلكيشن مالتي اوف ديلي فود جايد بايراميد هو يريد يرجعك ريتين تو كالوري كونسبشن بيفور 1960 من كان الكالوري قبل 1960 قبل ما تصير الثوره الزراعيه وتطورها والعالم قام يتجه نحو ياخذ هاي كالوري كونسبشن قام تطلع لنا امراض فهي يرجعك هو الكالوري كونسبشن قبل 1960 از بوسبل على مود تتجنب هاي الامراض. هو هاي الهدف من هذا البايراميد لازم هذا الديلي فود جايد بايراميد قلنا احنا نطبقه احنا بالهيلث وبالديزيز. فاحنا هسه بالهيلث حكينا عنه اذا واحد هذا الهيلثي هيج لكن خلينا نجي على الامراض الدور. This serving size and number change تتغير increasing هي هاي قلنا الليفلات والجروبات الليفلات الاربع or decrease increase or decrease according to the health status مثال بالايج
يعني يختلف الانسان من يكبر يحتاج يعني فد شغلات اقل وشغلات اكثر يحتاج بالليج برجننت يعني برجننت وومن لازم كالوري اكثر او نون برجننت لاكتيشن مذر يعني الام المرضع يعني تحتاج كالوري اكثر يعني اذا هذا يختلف البايراميد مو نفس الحصص الحصص تختلف هنا از انتمال وكذلك بالامراض السكري السكري يعني هذا البايراميد هم يختلف لازم الكربوهيدرات كلش تقلله من ثلث احنا قلنا ثلث لازم من الاكل مالتنا يجي من المجموعه الاولى اللي هي مجموعه الفلافونويد بالدايبيتس لا تصير هواي اقل هواي اقل هايبرتنشن كذلك اذا كان جاوت ديزيز اذا هذا الجايد بايراميد الديلي فود جايد بايراميد يختلف باختلاف الحاله احنا هسه حكينا بالتفصيل بالحاله الطبيعيه هيلث بيشنت بس بالحاله الانسان المريض يختلف راح اعطيكم مثال واحد على الديزيز ونشوف هنا اكو فود جايد بايراميد فور فيجيتيريان ميل بلانينج فيجيتيريان هم ذول نسميهم نباتيين اكو قسم من الناس او قسم من القبائل حتى بالغرب الدول المتطوره يفضل ياكل شغلات نباتيه يعني شغلات حيوانيه ما ياكلها قسم هو على مود يعني يعتقد الشغلات الحيوانيه مضره وقسم معتقدات دينيه يعني يعتقدون الشغلات هاي الحيوانيه يعني الدين قسم من الاديان مو كلها قسم من الاديان تحرمها فياكل شغلات فقط او يتناول شغلات لها علاقه بالخضروات والفاكهه زين ما يتناول ابدا الميت جروبس اللي هي التشكن والميت والفيش قلنا فبالتالي مالته البايراميد طبعا هاي فيجيتيريان هم هذا فور هيلث فور هيلث يعني مو نو ديزيز فور هيلث بس فيجيتيريان هنا يعني هو النباتي نفس الشيء هنا مجموعه البريس 6 الى 11 سيرفينج مجموعه الفروت 2 الى 4 مجموعة الفيجيتابل هم 3 الى 5 هو لازم يتناولها بس هنا هو هنا مجموعة المشكلة الميت ما يتناول ميت هو فالميت هنا 2 الى 3 سيرفينج فهنا لازم يعوضها بيمة لازم يعوضها بمجموعة المقابلة لها مجموعة الملك واليوغرت والتشيز جروب اللي هي يعني تصير ضعف يعني هنا الشغلات ما يتناولها هنا الميت لازم يصير هنا ضعف هنا يصير ضعف ضعف بمجموعة الملك واليوغرت بالليفل الثالث زين وتبقى هي الفات والاويل والسويت يتناولها باعتدال زين لذلك هم الفيجيتيريان بيبل قلنا دول الناس ات ريسك اوف ديفلوبينج سم او فيتامين ديفشنسي از ان بي 12 ديفشنسي بيصير عندهم انيميا هسه نيجي على موضوع جديد يعني هو شويه محور عن الجايد البايراميد اللي اخذناه يسمونه ايت ويل بليت الطبق الغذائي يعني هذا طلع بالسنوات العشرين الاخيره ذا ايت ويل بليت شو ذا تايب اند بروبورشن اوف ديفرنت فودز need to make up a healthy balanced diet هو الهدف منه على البالانس دايت ات موديفاي ات موديفاي اوف فود ديلي زين جايد بايراميد هو محور في شيء محور يوز وايدلي ان ويسترن كونتريز يستخدم اكثر شيء بالويسترن كونتري احنا بالدول مالتنا قليل استخدامه ذا ايت ويل بليت داز نوت هاب تو ابلاي تو افري ميل مو كل وجبه بالضروره مو بشكل عكس البايراميد بالانس كان بي اتشيف اوفر داي اور سيفرال دايز يعني ديبيند اون وات يو وانت يعني تطبق يجوز اليوم او ايام بس مو دائما هذاك البايراميد دائما اكزامبل اذا هيلثي بيرسون مثل اكو ناس هم اصحاء ما عندهم مرض بس ياكل يعني او يتناول كيتو دايت على مود يعني يريد ينزل وزنه هو ما مريض ما عنده اي مرض بس هنا كيتو دايت يسمونه هاي تعتبر هي احد انواع الايت ويل بلاي او ديزيز بيرسون مثل دايبيتس او هايبرتنشن obese person and not necessary sustaining ومو بالضروره هذا يوم يعني زين the eat well plate is for every one over two years of age يصير مطبق قلنا بشكل واسع بالغرب the plate calculate optimal energy required for each case and readily available in market يباع جاهز 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 بالاسواق يعني موجود زين هسه هذا الفود جايد بايراميد قلنا لازم ديلي هذا ديلي بينما الايت ويل بليت لا مو ديلي ايت ويل بليت هذا مو ديلي نو ديلي زين هو هم بمجاميع بس قلنا حسب الحاله انت شنو تريد يعني كيتو دايز تريد يعني عندك مرض معين خلينا نشوف شنو شويه بيفرق شويه عن البايراميد هو بمجاميع تشبه البايراميد فروت اند فيجيتابل بريد ورايس وبوتيتا اند باستا جروب
milk and dairy food, meat, fish, eggs, beans, and other non-dairy source of protein. B هنا بالسلت الاملاح salt does not appear on eating plate. يمنع الملح نهائيا بالايتور بليت ما يخليه، يقول لك لان هذا يسوي مشاكل يعني امراض خاصه امراض ضغط الدم. زين هو صحي يعتبر، هم صحي يعتبر modified pyramid. The fluid the eating plate shows some fluids such as milk and fruit juice and food group. زين يقول لك انت بالفلويد لك حريه تاخذ كل شيء بالفلويد، يعني عكس البيراميد. البيراميد يحددك يعني يقول لك ثلاث ارباع الكاب اوف تشوز، بينما هنا لا يقول لك اخذ هنا ماكو مشكله. زين شويه يبي حريه اكثر هذا الايت ويل بليت، بس هنا يقول لك اول فود اند درينك اكاونت توورد فلويد انتيك اكسبت الكحول درينك، لان شافوا بيها ما ضر ما عدا الكحول درينك. نجي على مصطلح جديد هو ضمن الايت بليت يسمونه كومبوسايت فودز. هي much of the food people eat is the form of dishes or meals rather than individual food. Example pizza and sandwich. These are called composite food. Composite food are made up from more than one food group from the eat well plate. مثل ما نشوف هنا هنا how these food combine يعني combine two group of groups of قلنا more than one group. مثل هنا البيستا اند تشيز، بيستا يعني معجنات ويا الجبن، مثل ما نشوف هاي الاطباق موجودة تنباع. بيتزا هم تعتبر كومبوسايت فود. بيتزا زين. هسه نجي شيء اخير بهاي المحاضرة، الدايتري جايد لاين فور هيلثي بيرسون. شنو الشغلات اللي الواحد يمشي عليها بالاضافة الى البيراميد اللي هو والايت بليت. شنو الدايتري جايد لاين فور هيلثي بيرسون على مود تمنع الامراض بالتالي، لان الامراض هي قلنا تجي من نتيجه التغذيه. فعلى ما واحد يتجنبها امراض هوايه طبعا بريفلنس والانسنس عالي خاصه الاوفر ويت. فعلى مود تجنبها لازم خطوات تمشي بها الغرب دا يمشي بها هسه. يقول لك ايت نيوترنت دينس فود، لازم انت الكالوري مالتك اللي تاكله باليوم تيلي بريك داون لازم يجي من الكربوهيدرات. طبعا هاي فور هيلثي مو ديزيز. ديزيز واحد عنده سكر وضغط تختلف النسب هنا. فكربوهيدرات لازم الاكل مالتك 55 من الكربوهيدرات، الفات نو مور ذان 30%، وهاي 30% لازم 10% فروم ساتشوريت سورس، وال 20% لازم ان ساتشوريت. زين البروتين لازم 10 ل 15% باليوم. فهنا يعني شافوا الشعب الامريكي افرج امريكان ايت too much fat, sugar, calorie and sodium. لذلك احنا بداية المحاضرة قلنا اكو ناس البدينين هم اكثر شيء بامريكا ودول الخليج، يعني ما ملتزمين بهاي القاعدة مال النيوترينت ديس فود او الكالوري ديلي كالوري انتيك. ثاني شيء لازم البالانس كالوري تو مانج ويت. شلون البالانس كالوري مالتك تسيطر عليه؟ اول شيء مونيتور فود اند بيفرج انتيك، فيزيكال اكتيفيتي تتحرك اند بودي ويت، ريديوس بورشن سايز. زين when you eating out make a better choice، يعني مو الاكلات السريعه هي كلها مشاكل. فانت من تاكل يعني outside the house لازم تاخذ شغلات يعني الاختيار صحيح على مدة تزداد الكالوري. وهنا limit screen time on TV or computer or phone cell phone، يعني increase your activity، لان احنا شفنا التلفزيون والموبايل والالعاب هاي كلها تحدد الحركه، فبالتالي هاي كلها امراض تطلع لنا امراض يسمونها نون كوميونيكابل ديزيز. ثلاثة reduce sodium fat add sugar refined grain add alcohol. زين هم تفيدك هاي تمنع لك الهاي بلد بريشر والهارت ديزيز. أربعة increase vegetables fruit whole grain milk seafood and use of oil instead of fat. مثل ما قلنا شنو الفرق بين الاويل والفات. It is recommended that we eat 8 ounces of seafood per week. لان صحيه هاي هيلثي. زين 5 بولت هيلثي ايتينج باترن ذات ميت نيوتريشن نيد اوفر تايم ات اني ابروبريت كالوري ليفل. وسته اخيرا هي هاي المهمه انكلود فيزيكال اكسرسايز از بارت اوف هيلثي ايتينج باترن، يعني جزء من الجايد مالت الايتينج مالتك او النيوتريشن هي الرياضه، لا تعزلها عن الجسم لان هي الرياضه. شافوا لا تعزل الفيزيكال اكسرسايز عن الايتينج هابت مالتك، لان شافوا اكثر شيء في شغلات الكالوري زياده بالكالوري اذا ناخذها الانتيك هي اذا تروح
وتتحرر عن طريق الفيزيكال اكتيفيتي او فيزيكال اكسرسايز، يعني ابسط انواع الرياضه. حتى لو ابسط انواع الرياضه هي الووكينج، يعني ديلي ووكينج على الاقل. هسه العالم بينصح ديلي ووكينج على مدمن على الامراض، يعني تقريبا هاف اور ديلي ووكينج. يعني اكو رياضه انواع، هي اكو ووكينج هي ابسط انواع الرياضه، اكو يعني باسكت، اكو سويمينج هم زينه، يعني اكو حتى قاعات رياضيه. زين، بس هو الواحد هاي اذا كلها صعبه عليه، الووكينج هو ابسط شيء، ابسط انواع الرياضه. المحاضره خلصت، المحاضره هي حلوه ومفيده حقيقه، بها معلومات هواي تفيدكم. يعني هواي اكو من طلابنا الاعزاء عندهم زياده بالوزن، فارجو هاي المحاضره يهتمون بيها ويطبقونها على عندهم زياده بالوزن على مود، ينتبهون للكالوري مالتهم، الانتيك ديلي انتيك، على مود الله يقيهم من شر الامراض بالمستقبل. شكرا لحسن الاصغاء.